مسلم، حديث ابن عباس صحيح مسلم، ألا إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه صلى الله عليه وسلم، تيقول لنا راه الله نهاني نقرأ القرآن في الركوع والسجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب سبحان ربي الأعلى، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقامين أن يستجاب لكم. راه اللي مريض، اللي بغى شي حاجه، اللي خصو الدار، اللي بغى يتزوج، اللي عنده شي مشكل، اللي راه والله الذي لا اله غيره، الا كاين شي اسرار في الصلاه، كاين شي مفاتيح في الصلاه، كاين شي ابواب في الصلاه، من ولج اليها فتحت له خزائن الدنيا. غير اللي يقلب شحال واحد دابا عنده مسكين امراض، مريض عنده غير مرض نفسي، راه ماشي الدواء اللي خصو، تتلقى عنده اضطرابات نفسيه وكذا، وبرك على داك لا دروغ والدواء النعاس والهضم، وهذا مخربق. لو كان هذه الطبه ويفيق الصباح ويصلي الصبح في الوقت ويطمئن في هذاك الصبح ويجي يقرا شويه القران ويدير شويه ديال الرياضه ويقرا واحد الحديث، والله غادي يلقى واحد الراحه نفسيه ما يلقاهاش في الادويه. استعمل الادويه مزيان، لكن جمع بين العلاج العضوي والعلاج النفسي. القران راه شفاء، وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين. القران راه شفاء، القران راه نور، الصلاه راه نور، الصلاه راه شفاء، راه دواء. راه الصحابي تلقى واحد عد واحد العقرب قرا عليه الفاتحه هو ينوض برا برا مشى للجرح، قرا عليه غير الفاتحه، ولكن باش قرا ما قراش بلسانه، قراها بقلبه. حنا دابا حنا نقول المشكل تاع القران وعلى تقراها بزنها على تقراها تاكل الربا، وتتلقى هو بوات الربا هو اللي عنده الكون صحيح تما، ولا يغتب بعضكم بعضا غير كيحط القران شتي الحاج ما كيعرف يقرا. ها الغيبة بدات. مشكلتنا أننا نقرأه بألسنتنا ونقرأ حروفه وضيعنا. راه تقرأ غير جوج آيات وتعمل بهم، حسن لك ما تقرأ حزب وتسد المصحف وما تستفتي والو. راه الصحابة ما كانوش هكا، كانوا كيحفظوا عشرة الآيات وتيوقفوا حتى يفهموهم ويعملوا بهم ويبلغوهم عاد يزيدوا. ما تبقاش أنت غتحفظ تحفظ 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 تحفظ، لا خصك تعمل. ها إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم. عمل تعلم وعمل.